مخالفة قدام الكرة دومينيك مندي، وباش نعطيه حق جودز باور هو صاحب التمريرة لدافيد اللي جابت هدف التعادل. طويرة من دومينيك ويتدخل محمد أمين التريتري بعد الاختر، تمشي كرة لمن للخضراوي، يمر الكرة ناحية جويني وتمريرة والهدف الثاني. هدف ثاني، الحكم يقول فماش تسلل، خلته تسلل ولكن هدف ثاني لصالح الملعب التونسي. نشوفوا الإعادة ونشوفوا الكرة، بلال الماجري يوقف يعني خلته ولكن تمشي كرة في لصالح من لصالح الخضراوي صاحب الهدف الثاني. شوفوا العملية ممتازة جدا، التمريرة توصل لجويني مرر والخضراوي يسجل. الجويني صاحب الاسيست والخضراوي يعلن الهدف الثاني لصالح الملعب التونسي في توقيت 66 دقيقة لعب.